لو الحكاية فيها إن فيديو مؤسسة الاتحاد العمومي مصر الديمقراطي 168 نقابة استبعد منهم 25 نقابة و14 نقابة انسحبوا. الأعضاء المؤسسين لاتحاد العمال مصر الديمقراطي بعد الانسحاب 168 نقابة هنستبعد منهم 25 نقابة طبقا لما أقر في المؤتمرات الإقليمية. ده العدد بتاعنا. إجمالي الحضور 99 نقابة و29 نقابة جديد اللي هم انضموا في المؤتمرات الإقليمية، والمؤتمرات الإقليمية أخذت قرار بانضمامهم. يبقى إجمالي اللي موجود عندنا هم 99 و29 وبالتالي النصاب كامل. النصاب كله بقى كان الرقم كان النهائي. هو طبعا في بعد اذنكم بس لانه في حاجات قضيه في الموضوع. انا طبعا مقدره جدا حماس الزميل حسني، وواقع الامر فعلا انه من ظلم اننا نحسب ناس اتخذت في المؤتمرات الاقليميه قرار باستبعادهم، لكن القرار النهائي قرار الجمعيه العموميه، وبالتالي هو النصاب في الحقيقه 168 حاضر منهم 99. هذا النصاب، وده طبعا نصاب صحيح تماما لانه حوالي 66 لانه حوالي 60% فنصاب الجمعيه مكتمل. عند احنا بنوصل انه نصاب الجمعيه مكتمل، اذا الجمعيه هتبدا اعمالها وتقر عضويه الزملاء الجدد اللي هم ال 29 اللي بنرحب بيهم تماما وبيضافوا لنصاب الجمعيه العموميه بعد ذلك. ده بس على سبيل التوضيح. لكن طبعا احنا حضرنا كتير بيكوا الجداد اللي بنرحب بيكوا. بس كمان طب في نقابات اللي بتعد منسحبا، نحن في اليوم التالي لنقاد الجمعيه العموميه اللي هي جمعيه 24/26 ابريل 2013. كان في عندنا نقابه عامه اسمها نقابه الصادرات والواردات، فيها تبع كمان نقابات فرعيه، وبالتالي هي كانت جزء كبير من الجمعيه العموميه. رئيسها الله يرحمه بقى يعني لا يصح طبعا ذكره الا بالخير، هو كان مرشح نفسه اصلا رئيس قدام اللي كانوا مرشحين رؤساء، وبعد نتيجه الانتخابات النقابه انسحبت وانضمت لاتحاد اخر في اليوم التالي. ايضا في نقابات اخرى انسحبت، في نقابه تعليم الكبار في القاهره، في نقابه المعلومات، واولئك اللي انسحبوا بمعنى انهم في اليوم التالي لم يحضروا ولم يحضروا حتى الان، يعني انتهت علاقتهم تماما بالاتحاد. فعليا المجلس العام كان اتخذ قرار بانه يتعامل مع يعني يعتبرهم منسحبين، وبالتالي ده مجرد قبول استقاله، ده مش فصل لان الناس مش موجودين، لكن احتسابهم ضد الموجودين بيأثر على القوام، وبالتالي اخذ هذا القرار. لكن بما انه دي جمعيه عموميه بيعرض عليها قرارات المجلس العام في شأن العضويه، فلازم يعرض عليكم عشان تصدقوا على القرار اللي اخذه المجلس العام. هذا هو البند الاول في العضويه اللي عايز اوضحه. احنا اول حاجه في جدول الاعمال العضويه، لان احنا لازم نقرر عضويه النقابات الجديده عشان تكمل معانا تصويت. فالعضويه فيها ثلاث نقط: ناس مستقيله، في ناس اللي هم ال 25 نقابه اللي وضعوهم طبعا الزملاء اللي عندهم
هذه المشاكل في المناطق بتاعتهم يعرفوها ويناقشوها في المؤتمرات الإقليمية بالتفصيل اللي هي 25 نقابة اللي حضروا جمعية ما يسمى جمعية العمومية الوهمية بتاعت 21 فبراير. هذه 25 نقابة من ناحية قانونية احنا بنعتبرهم انضموا لاتحاد عمال اتحاد اخر اللي اتعمل في 21 فبراير ده مش اتحاد بتاعنا طبعا ولا هي جمعيتنا العمال. وبالتالي بنعتبر ايضا انهم راحوا على اتحاد اخر فاذا انسحب. فاحنا بنقول انه قرار استبعاد نستبعدهم من عضويتنا اللي هم 25 نقابة. هذا هو تفصيل البندين الاولين في العضوية. البند الثالث هو انه التصويت على قبول ال 29 نقابة اللي فعلا المؤتمرات الاقليمية صوتت بقبولهم واللي احنا موجودين معانا النهارده علشان نبتدي نظبط قوائم التصويت على ال 99 زائد 29 اللي هو اجمالي الحاضرين من اعضاء الجمعية العمومية. موافق اجمالي الحضور الموجود قدام مننا. طيب حد ممكن نعد؟ حد معترض يرفع لانه صعب نعد المواطنين. طيب بقى ممكن المعترض يرفع ايده ولا واحد اعتراض؟ شكرا لكم. كده اجمالي الحضور عندنا 128. كده اجمالي الحضور الفعلي الموجود بدون توكيلات بدون تفويضات يعني احنا ما اتعاملناش مع ده 128 نقابه فعليه موجودين قدام الناس. حضرتكم موافقين على كده؟ نبدا الاجتماع. 7-1 والقرارات اللي تمت يوم 7-1 يتفضل برفع يده. ممكن نتصرف ممكن ناخد كام صوره كويسه للناس؟ يتفضل بالوقوف. شكرا يا جماعه. نيجي لبند خامسا في الصندوق. تتفضل. فين الفلوس يا استاذ؟ انا عشان مفيش ميزانية العام الماضي لكن ده بند حتى الزملاء كتير قالوا ليها تحطها لكن ده بند لازم يبقى على اي جمعية عمومية ولازم نتعود على ده لانه ما ينفعش جمعية عمومية ما تشوفش الوضع المالي. لكن حقيقة الوضع المالي اللي حصل طوال العام الماضي انه عشان فتح الحساب البنكي تم ايداع 1000 جنيه في 900 جنيه. احنا جمعنا 900 جنيه للتسع نقابات. كنا قاعدين في المجلس التنفيذي وقلت يا جماعه احنا عايزين نفتح الحساب لان لازم نشتغل فكل واحد مننا طلع 100 جنيه رحت فتحت بيهم الحساب. اتخصم منهم 125 جنيه فتوقيع يسري وتوقيع الاستاذ مجدي. انا كان ليا حساب في البنك ما اتخصمش حق توقيع. اتخصم منهم دفتر شيكاتهم وطلبوا وبعد ما استلموش بعد 48 ساعه فتم اعدام دفتر الحسابات. كل شهر بيتخصم نسبة من مبلغ المودع فأصبح ما عندناش ميزانية وطبعا تم تجميد الحساب من قبل وزارة القوى العاملة فاحنا ما عندناش ولا جنيه. المبلغ
تصحيح الحساب اللي كان في البنك اللي خاص بالاتحاد، واللي كان صدر قرار من وزير القرى عبدالله بتمهيد هذا الحساب. اذا سبب ان الحساب ده اللي فتحه يصبح معروف وسحبه او ايداع اي اموال فيه، ممثل القرى العامله لازم ياخد اجراء ان الحساب ده خاص بالاتحاد اللي جمعيته العموميه من عقد دلوقتي، وهي الان حق الوحيد في سحب اموال الناس. احنا ان شاء الله في لجنه كده الاتحاد هتشكل لجنه يوم الاحد الصبح هتسلم قرارات الجمعيه العموميه لوزاره القوى العامله، وهيتم بحث المنطقه دي لو في اي حاجه بتحصل تحمل النيابه. اول شكرا.